يسعد اوقاتكم مشاهدي الاخباريه السوريه. اليوم نحن متواجدين بمعرض دمشق الدولي بدورته 59 لليوم الثاني لنرصد الفعاليات الفنيه والاجواء عبر كاميرا الاخباريه السوريه. اليوم متواجد معنا بيبرس رمضان وهو المسؤول عن الفرقه او العرض الشركسي. اليوم راح يكون هو عضو مجلس الاداره بالفرقه الخيريه الشركسيه. يسعد اوقاتك. يا هلا، اهلا وسهلا ومرحبا. لنا اليوم شو بتعني لكم اليوم هي المشاركة بمعرض دمشق الدولي، وكيف شايفين الإقبال بشكل عام؟ أول شيء هي فرحة لكل السوريين، فرحة لعودة معرض دمشق الدولي لفعالياته بعد غياب 5 سنين، وإن شاء الله راح نخبر نحن العالم نحن موجودين، وراح نخبر كل اللي بيشاهدونا التراث السوري وبكل أطيافه، بكل الفسيفساء الجميل تبعه موجودين، ونحن محافظين على هذا التراث بكل أطيافه. اليوم تواجدنا هيك كان تواجد رائع جدا، إقبال غريب، يعني نحن ضلينا حوالي ساعتين إلى ربع لقدرنا نوصل لمكان التدريب، وإن شاء الله هذا التعب كلياته يكون حفل ناجح إن شاء الله. بتمنى أنا من الجميع اليوم تعبوا معنا كثير. تخبرنا بس عن مراحل التحضير بشكل عام، واليوم الجمهور السوري شو راح يتقدم له بشكل عام؟ اليوم في عنا 4 فقرات للفرقة. في عنا رقصة القافة، هي عبارة عن الرقصة الأولى بين الشاب والفتاة بتعرف عليها. الرقصة الثانية رقصة الوجه، هي مجموعة من الشباب والشابات بيكون فيها تمازج، فيها بيمسكوا مثل ما بيقولوا تماسك بالأيدي، فيها كثير لوحات حلوة، فيها تداخل، فيها انسجام. اللوحة الثالثة هي لوحة الششن أو لوحة الفروسية والرجولة، فيها إبداع، فيها فن مختلف شوي وفيها تكتيك عالي. اللوحة القامات هي أنا بسميها لوحة الفروسية والرجولة مع بعض، زائد تكتيك عالي وبده مهارة عالية وبده تدريب عالي. هدلون إن شاء الله حنشوفهم، بالإضافة إلى فقرة غنائية، في عنا مطرب كتير صوته حلو. أنا بدي بهذا اليوم مر علينا يوم كان طويل ومتعب، بدي أتشكر كل الفريق، كل الراقصين والراقصات، وعلى رأسهم الكابتن مشهور اللي هو تعب معاهم خلال هال 35 يوم هدلوني، وهي تحضيرات كانت كتير بسيطة ولكن إن شاء الله إنجاز كبير. بدي اتمنى لكم كل التوفيق. اكيد نحن دقائق وراح تبلش الحفله. نعم. كلمه اخيره لك. انا بتمنى من الجميع التوفيق، بتمنى لمعرض دمشق الدولي يرجع على فعالياته السابقه وبكل اطيافه ومتواجد بشكل اوسع، وهذا التواجد يصير خارج القطر مو بس عنا، وان شاء الله نحن موجودين ونخبر العالم سوريا لا زالت صامده، وسوريا طلعت من عنق الزجاجه ونحن موجودين، وان شاء الله موفقين للجميع. We'll be right back.
عارف شو هالحب اللي بحبك قوي في ما نشوفك كل ما بشوفك بعد قلبي بينك بقول مش عم بعرف شو هالحب اللي بحبك هو كل ما بشوفك بعد قلبي بينك بقول بعدك عم تغلي بعيوني عم تزيد في جنوني كل يوم بشوفك عم تغلي اكثر محلوي تنبض بالحياة ليس شعاراً بالحقيقة جسدتها أروقت هذا المعرض عبر توافد مئات السوريين من مختلف المناطق خلال ثاني أيام معرض دمشق الدولي من مسرح المعرض للإخبارية السورية لبين عمار.